يتقدم وهو يتعلم الوقوف على قدميه بمفرده. ليس ذلك بالأمر الهين، لكنه يواصل المحاولة وهو عازم على النجاح. والمرج العشبي هو من أفضل الأماكن لممارسة مثل هذا التمرين، فهنا يشعر بالأرض تحت قدميه ويعيش تجربة حسية غنية. تسبق مرحلة التطور الجسدي هذه قدرته على المشي. يحاول آدم الحفاظ على توازنه منذ الآن، فبمقدوره المشي منتصباً حين يمسك بيد شخص آخر. وخلال فترة 4 إلى 6 أسابيع من هذا التدريب سيتعلم المشي دون أي مساعدة. يحاول الأهل عدم حث طفلهم على المشي، لأن هذه المقدرة تعتمد أيضاً على نضج حاسة السمع التي تكسب الطفل حس التوازن وتساعده على فهم الجاذبية. لقد خلقت الأذن لالتقاط الأصوات، كما أن التسارعين الخطي والزاوي للجاذبية يشتركان معاً بشكل طبيعي لمساعدة الطفل في الوصول إلى حالة التوازن.